طالبت 6 أندية من أصل 8 اتحاد الكرة الطائرة بإلغاء الموسم بشكل رسمي بعد الاجتماع الذي عقدته في نادي البقعة، حيث أرسلت الأندية كتابا رسميا بذلك للجنة المؤقتة والتي تشرف على تسيير اللعبة، مبررة ذلك بالظروف المالية والصحية والتنظيمية الغير مناسبة من وجهة نظرها لإقامة موسم الكرة الطائرة، في حين أبدى ناديا الوحدات وشباب الحسين تحفظهما على القرار. وطالبت الأندية كذلك بإلاء مراكز الواعدين والمنتخبات الوطنية المزيد من الاهتمام. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس نادي وادي موسى جبريل الحسنات. مرحبا بك سيد الحسنات. الأندية وهي ركن من أهم أركان اللعبة تطالب بإلغاء الموسم، ما هي العوامل التي دفعتكم للمطالبة بهكذا قرار سيكون له أثر فني كبير وكبير جدا على اللعبة؟ مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين، شكرا على الاستضافة. حقيقة اجتمعت أندية الكرة الطائرة بعد توقف من تقريبا من بعد عودتنا من بطولة الأندية العربية في شهر 2 الماضي، توقفت اللعبة نهائيا بكافة صنوفها سواء واعدين ناشئين شباب إلى آخره. فالآن الاتحاد أصدر جدول لاستئناف الدوري في شهر أيلول القادم شهر 9. نعم. الأندية يا سيدي العزيز، جميع الأندية تحت وطأة الأمور المالية والتنظيمية، والآن أجاءت كمان جائحة كورونا زادت الأمور تعقيدا. فالآن حسب ما موجود في الكتاب المرسل للاتحاد أنه أمور تتعلق بالأمور المالية والتنظيمية والصحية، وحقيقة يعني يأتي في مقدمة الأمور هو الأمور المالية التي تعاني منها الأندية جميعها إذا نظرنا إلى حجم ومقدار الدعم الذي يقوم الاتحاد بتقديمه للأندية، فهو لا يقد يعني لا يساوي شيئا بما تبذله الأندية. وجائحة كورونا أثرت من ناحية صحية أيضا، لأنه الآن بيرتب علينا مسؤوليات أكبر وبيرتب علينا أمور ثانية. الأندية لم تستعد حتى اللحظة، لم تتدرب، لم يتم تجميع الفرق حتى أنها تتدرب، والاتحاد لم يجتمع مع الأندية لوضع خطة لهذه الغاية حتى هذه اللحظة. طب 6 أندية من أصل 8 طالبت بالإلغاء، نتحدث هنا عن أغلبية ساحقة، برأيك هل سيستجيب الاتحاد لهذه المطالب وفق التعليمات والأنظمة؟ فيما يتعلق بالتعليمات والأنظمة، إذا أنه أكثر من 4 أندية أو 5 أندية طالبت بتعليق الدوري، نعم التعليمات بتقول أنه بتعلق الدوري، لأنه في المقابل إذا 5 أندية بدأت تلعب بيلعبوا الدوري بغض النظر عن الأندية الثانية تغير. فالآن 6 أندية من أصل 8 تطالب بتعليق الدوري، أعتقد يجب على الاتحاد أن يستجيب، أو أقل ما فيها يقعد مع الأندية ويبحث مطالبهم، يشوف ليش يعني بدهم يعلقوا الدوري، ليش إمكانية أنه ما يلعبوا هاي الأندية، وبالتالي نصل لحل إحنا وياهم. يعني هل من الممكن الوصول لحل دون الإلغاء؟ إذا ما حلت المشكلة المالية والتنظيمية، أنا أعتقد راح يكون في راح الأندية تتمرس وراء قرارها وما راح تتراجع نهائيا، لأنه إحنا عانينا وبنعاني كل سنة غير عن مؤسسات المجتمع المدني للحكومة لوزارة الشباب لأي جهة، الآن ما حدا بيقدم لك إشي، والأندية أيضا معظمها استثمار والاستثمار تأثر بجائحة كورونا، تعرف يعني اللي عنده أجور اللي عنده محلات اللي عنده كذا كلها تأثرت بسبب جائحة كورونا، وبالتالي انقطع أي دخل للأندية بسبب هذه الجائحة. طيب سيد الحسنات، يعني طالبتم بالمزيد من الاهتمام بمراكز الواعدين والمنتخبات الوطنية، لكن هذا يقودنا لسؤال، لماذا لا يكون هناك اهتمام ذاتي من قبل الأندية بقطاع الواعدين في ظل الفجوة العمرية الواقعة حاليا؟ سيد العزيز، كل نادي من الأندية الدرجة الممتازة لديه مركز واعدين، اليوم 1/7 بلش التدريب فيه، اليوم 1/7، فكل نادي عنده مركز واعدين وعنده فئات عمرية شباب وناشئين، وهاي الأندية الاتحاد يعني لا يعني ما له علاقة فيها، الأندية هي التي تقوم بتدريب وتحضير اللاعبين والصالات، ما يقدمه الاتحاد شيء بسيط لمركز الواعدين، يعني إذا قورن مع المصروفات اللي تقدمها الأندية للاعبين وللمدربين وللصالات هو شيء لا يذكر، لكن الأندية عندها فئات عمرية قائمة فيها
وعلى مدار العام بتدربها وبتطلع منها ناس تدعم الفريق الاول، فهي موجوده هاي الفئه، الفئه العمريه الواعدين والناشئين. نعم. الشباب في كل الانديه موجود. يعني اتضحت الصوره سيد الحسنات، هي مشكله الضائقه الماليه قبل قليل كنا نتحدث في كره القدم، واضح انها وصلت لكره الطائره ولكل او مختلف الالعاب. شكرا جزيلا لك السيد جبريل الحسنات رئيس نادي وادي موسى.